فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا الشخص دخل المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج، وهل أفضل أن يجلس الصف الثاني القرب للإمام أو يجلس في طرف الصف؟ يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعض؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها، مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ولا يخفى عليه شيء من الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك. أما إذا كان لا يدركها جلوسه أمام الإمام أفضل، وذلك لأن استماع الخطبة واجب، والتقدم إلى الصف الأول إيش هو؟ سنة. فهمت؟ وغالب المساجد الحمد لله الآن فيها مكبر صوتي.